على حد سواء. ازاي بتتابع فرقه ليفربول تحت قياده يورجن كلوب بشكل عام، قدرته على المنافسه السنه دي في البريمير ليج والتشامبيونز ليج، وبشكل خاص يهمني اسمع رايك طبعا في الفرعون المصري محمد صلاح. Yes, it's very important. I belong to a generation. مهم جدا. A very strong generation with Gerard. لأني بالفعل انت ميت لفريق لجيل رائع في ليفربول. ولكن الآن الفريق تحت قيادة ليفربول يتقدم ويتطور جدا. أصبح الفريق قوة كبيرة في أوروبا. ليفربول لديه لاعبين مميزين الآن، وواحد من هؤلاء اللاعبين الذين أنا سعيد برؤيتهم هو محمد صلاح. هو لاعب خاص جدا، مميز جدا. هو كان لاعب مميز جدا حينما تأهلت مصر لكأس العالم، وأيضا مع ليفربول، وهو مهم جدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الآن، وأيضا مع ليفربول في البطولات الأوروبية. وأعتقد أن ليفربول يستطيع أن يعطي ذلك لمحمد صلاح، أن يذهب مع المنتخب، لأن صلاح سيكون سعيدا في هذه الحالة. بالتأكيد تابعت الميركاتو الصيفي الموسم ده لأندية أوروبا، ومن يعني كلام على بطولة تشامبيونز ليج اللي هتبدأ خلاص يوم 14 سبتمبر. في رأيك مين الفرق اللي عندها القدرة أنها تحقق لقب أو تنافس على لقب النسخة الجديدة؟ أعتقد أن ليفربول فريق رائع حاليا.